طيب هنبدأ أخبارنا بقى معاكم النهاردة من خبر مهم جدا، وهو مباراة النهاردة لمنتخب اليد للمنتخب الوطني، طبعا مباراة في نهائي البطولة الإفريقية أمام منتخب الرأس الأخضر في المباراة اللي هتلعب أو هتتلعب الساعة 9 في طبعا استاد القاهره الصاله المغطاه، او عفوا هيبقى في صاله الدكتور حسن مصطفى بمدينه السادس من اكتوبر. وكل التوفيق لكل اللعيبه الحقيقه اللي عاملين بطوله هايله، والحقيقه دايما منتخب كره اليد يعني الحقيقه بيشرفنا وبيقدم مستوى عظيم، ويعني على الرغم انه يعني احنا متوقعين انه منتخب مصر ان شاء الله هيكسب البطوله، لكن دايما روح لعيبة منتخب مصر لكرة اليد دايما بتبقى روح عالية جدا وروح رائعة جدا زي ما تابعنا في هذه البطولة. بنتمنى لمنتخبنا الوطني لكرة اليد كل التميز والتوفيق وان هو يكسب البطولة ان شاء الله. لكن خلينا نقول ان المباراة النهاردة المنتخب بيحافظ من خلالها على اللقب بعد التتويج من نسخة 2020 على المنتخب التونسي اللي دايما هو بيعتبر ند لمنتخبنا الوطني، واللي اتقابلوا مع بعض في نهائي اخر ثلاث نسخ من البطولة بسبب قوة المنتخبين. دلوقتي معانا فيديو عن المباراة وعن البطولة بشكل عام، تعالوا نشوفه ونرجع مرة تانية. We'll do our best to win the trophy and sure that you will help us. ان شاء الله في الماتش الفاينل تملوا الاستاد عشان ان شاء الله كلنا نحتفل مع بعض باذن الله. مستنيينكم في الفاينل ان شاء الله، بدعمكم ان شاء الله نكسب البطوله. مستنيينكم في الفاينل ان شاء الله، وعايزين جمهور اكتر من كده كمان، وان شاء الله نقدر نكسب ونفرحكم. بحب اشكر الجماهير كلها على الدعم ده، وان شاء الله مستنيينكم في الفاينل. الجماهير النهارده مشكوره جدا، واتمنى الماتشات اللي جايه الجمهور يبقى اكتر ان شاء الله. اتمنى الماتش الجاي الجمهور يبقى موجود في المباراه ويدعمنا، عشان هو فعلا موجود وبيفرق معانا جدا الماتشات، ان شاء الله نفرحهم. احنا بدعو جمهور مصر كله ان هو يحضر ويملى الصاله، اكيد حضوركم هيفرق معانا كلنا. انا لعبت اكتر من بطوله في مصر، الجمهور بيفرق جدا، كنا مفتقدينكم في كاس العالم اللي فات 2021 في استاد القاهره، ففرصه ان احنا نقابلكم تاني وان انتوا تيجوا وتدعمونا، ان شاء الله كلنا في انتظاركم.